على أنه هناك تهديد على حياته، اي خلي أقولها بصريح العبارة، زين كلنا أبناء هذه المنظومة التشيع، الأخ الأكبر، لا نقبل ولا نتقبل، وسندافع عن السيد مقتدى الصدر بكل ما أوتينا من قوة. هذه ليست فيه، نعم نختلف معه سياسيا، نختلف معه في جوانب الخطاب في بعض الفصول، نعم هذه سياسة، أما توصل إلى مرحلة اقتتال شيعي شيعي، تهديد أمن أحد قادتنا، ما نقبل به بصراحة.